في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في ليلة جدعان صناعة التعبئة والتغليف. الدولة تضع خطة النهوض بالقطاع وإعداده بقوة للمنافسة عالمياً. قصص نجاح كبرى وبرنامج ازدهار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. احنا مستهدفين في خلال السنة 60 شركة على أساس انه احنا نطور فيهم، والمفروض احنا كلمة السر بتاعتنا الاستدامة. وحصريا مجيد يكشف الفرص الواعدة لصادرات الصناعات الكيماوية. وتشاهدون مفرخ الكيلو 21 لزريعة الأسماك البحرية ينتج القاروس والدينيس والبوري، وسلالة نادرة من البلط الأحمر تتحمل ملوحة البحر. والعربي يعلن ضوابط التصرف في 21 موقع للاستزراع البحري. وإيهاب عمارة يصنع 400 لعبة أطفال من البلاستيك. أنا هسميك صانع السعادة. وانتظروا إيهاب خطاب ساحر الطباعة بالماء، ولأول مرة ألوستيل من عمالقة إنتاج معدات المطابخ الكبرى. إحنا بننافس الصين وبننافس تركيا وإحنا أعلى منهم كمان، والسعر أقل من نص ثمن. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.